بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. هذا الفيديو الثاني من سلسلة التصميم بالذكاء الاصطناعي. في بالبداية بس في ملاحظة لازم أقول لك عليها، أنه أنا رتبت المواقع يعني من الأسهل إلى الأكثر تفصيلا أو تعقيدا يعني أو الأضخم شوي. طبعا هي مش معقدين يعني المواقع الجاية، لكن هو فيهن إعدادات زيادة عن هي المواقع البسيطة. فأنا ابتديت يعني أصدد أني ابتدي بالمواقع السهلة لحتى بس تشوف أنه الجو سهل أصلا، ولحتى نبتدي نشرح الإعدادات وحدة وحدة. يعني حاليا الموقع هاد شبيه شوي يعني بالموقع الأولاني. الموقع جودة الصور اللي طالعة منه ممتازة جدا، مجاني بالكامل، سهل الاستخدام، ما في أي تعقيد. يعني هي واجهة الموقع أساسا، يعني ما فيها احتمالات أو اختيارات كتير، وما بيطلب منك تسجيل دخول. أول ما بتفتح الموقع رح تظهر لك هاي الواجهة. هون بتكتب البرومت. البرومت هو الكلمات اللي بتوصف الصورة اللي انت بدك إياها، ومن هون بتختار حجم الصورة، في عندك يعني مقاسين، ومن هون بتعمل جينيريت. هلأ أنا عملت كم صورة اللي انت شفتهم بأول فيديو، هدول أنا عملتهم بهذا الموقع. رح أخذ البرومت تبعتهم وارجع اعمل لهم توليد يعني مشان تشوفهم مرة تانية. انا اي موقع بجربه يعني اكثر من مرة على اكثر من صورة على اكثر من شكل مشان اتأكد انه الموقع فعلا كويس ولا لا. وطبعا بقدر اعرفه بس يعني بشغلة بسيطة، انه هو عم يفهم شو انا طالب منه من دون اخطاء، هذا اهم شيء بالنسبة لي. المهم انا هلأ حطيت البرومت، بختار من هون المقاس، من هون بعمل جينيريت. الموقع تقريبا سريع يعني ما بياخد اي وقت. هلا بتلاحظها الصورة ظهرت تمام. رح جرب معكم صورة تانية كمان، نعمل لصق. تمام، هي ظهرت كمان. شايف الصورة هاي الاولى طلع، يعني شايف النتائج، انا شايفها ممتازه جدا يعني. راح اجرب كمان هالصوره. في ملاحظه مهمه لازم بس تنتبهوا عليها، ان هذا الموقع والموقع الاولاني ما في هيستوري، يعني ما عندك انت خانه بتحفظ لك الصور اللي انت عملت لها جينيريت. يعني هاي الصفحة، شايف هاي الصفحة اللي أنا هلأ عم بعمل لها توليد لصور، هاي الصفحة بس مجرد أني أعمل لها ريفريش الصور تبعيتي هاي اللي أنت أنتجتها حاليا بتروح. فأنت أول ما بيعجبك صورة فورا رح يعني هلأ رح أقول لك هاي النقطة، أنك توقف عليها وتعمل لها داونلود من هاي الأيقونة من هون تمام. طيب رح نجرب كمان صورة هلأ مع بعض وبعدين بكمل لك كيف ممكن تعمل داونلود. الموضوع كثير بسيط يعني، بس بقى مشان نمشي بكل الخطوات مع بعض. رح جرب هاي الصورة وفي صورة تانية بس وحاجته يعني الموقع ما بيستاهل كلام كثير يعني. هاي كمان صورة، آخر وحدة. تمام، هاي اخر صورة. طيب هلا مثل ما قلت لك لا تعمل ريفرش اذا في صور عجبتك، يعني اذا في مثل هاي الصورة مثلا انا هلا عجبتني، فبعمل فيو ايمج او بعمل داونلود من هون. طيب خلينا ندوس على فيو ايمج نشوف كيف بدها تظهر الصورة. هلا هون اخذني فتح لي علامة تبويب جديدة فيها الصورة هلا راح تظهر، وفيها هون البرومت وصف اللي كتبناه لتوليد الصورة، وهون بيطالع لك التاريخ، وهون بيعمل داونلود إذا بدك. ولو حابب تعمل جينيريت سيميلر، حابب تعمل توليد لصور مشابهة، بتدوس على هاي الأيقونة فبينقلك بيفتح لك الصفحة هاي، اللي هو يعني شو عمل هون، إنه هو أخذ لك البرومت وجهز لك إياها، مجرد بس أنت تختار المقاس وتعمل جينيريت مرة تانية فبتلاقي الصورة ظهرت لك. هلا هذا الموقع بكل بساطة ما في أي تعقيد فيه، أنا شايفه ممتاز جدا.
بإذن الله المواقع الجاي راح تكون يعني فيها شوية إضافات، راح نبلش واحدة واحدة نشرحهم، وبإذن الله راح نوصل لموقع يعني أنا شايفه برأيي أنه هو يعتبر صار مثل ميدجرني. طبعا كل هذا عبارة عن ذكاء اصطناعي عم يتم تدريبه يعني، فأنا شايف المستويات عم يعني عم تتطور، وفي موقع فعلا يعني أنا شايفه بنفس المستوى تبع ميدجرني. فإن شاء الله يعني استنوني بباقي الفيديوهات، رح أحاول ما أتأخر عليكم. إذا الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك واشتراك وتشاركوا مع حدا مهتم بالذكاء الاصطناعي، وشكرا لكم، سلام عليكم.